الموازين كنشوفوها شي حاجه يعني مهمه بالنسبه للشعب المغربي، سيا في الماديات او لا بالنسبه للثقافه الاسلاميه اللي عندنا في المغرب. وبالنسبه للعائلات المحترمه، الناس كيشوفوا مثلا شي حوايج يعني خارج نطاق الاحترام. وحنا كنشكروا جلاله محمد السادس نصره الله بانه وقف هذا الشيء. وحنا كجاليه مغربيه اللي كنعيشوا بروكسيل كنتبعوا يعني اي حاجه كطرا في المغرب، وكنتمناو زعما هاد الفلوس اللي كيمشيو هكذاك في موازين يعني يقدروا ينفعوا بالنسبه للشعب المغربي في حوايج اخرين مهمه اللي يقدروا يستافدوا منها. تنشوفوهم بان ديجا حنا دوله اسلاميه وما خصش داك الشيء يكون فحال هكاك، لان دابا في هاد اخر موازين اللي داز جابوا انستار اللي خلصوا عليها الملايير، ويعني هذوك الملايير يقدروا يديروا بهم حاجه اخرى، يعني يعاونوا بهم الشعب ولا دوله اخرى اللي في الحاجه لهاد الاموال. وانا تنظن بان القرار اللي اتخذ سيدنا مولانا محمد السيس يعني مزيان بالنسبه لهذا الشيء اللي اتخذ في هذا القرار، لان مزيان المنع من هذه الموازين. وتنتمنى بان يبقى هذا الشيء هو هذاك والقرار يبقى موخوذ كما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المهرجان موازين، فانا فرحان بالتدخل ديال صاحب الجلاله اللي منع هذا المهرجان اللي كنسميه انا مهرجان ديال الفساد ديال الابناء ديالنا والشعب ديالنا. وحنا كدوله اسلاميه وعندنا امير المؤمنين، لا يعقل باش يقدر يفوت يسمحوا لهذه المسائل تفوت في بلادنا. اما فيما يخص القناة ديال الدوزام، فانا كنظن بانه الصحفي اللي دار تغطيه الموازين ولا المدير ديالها خصهم يتوقفوا، انه لا يعقل باش يدخلوا لديار الشعب المغربي جالسين هما والابناء ديالهم والوليدات ديالهم. وكما كتعرف المجتمع المغربي مازال الحمد لله مازال الناس كيحشموا والولاد كيحشموا والديهم، ويدخلوا علينا هذا الفساد وهذا المسائل وهذا المسخ، انا هكا كنسمي هذا المسخ الديور ديالنا. فانا فرحان الموقف ديال صاحب الجلاله اللي منع هذا المهرجان، ولكن ما خصناش نتوقفوا حتى هنا. انه كاين بعض الناس مع الاسف اللي هما مغاربه، ما نقدرش نقولهم علمانيين، انه احنا كنعيشوا في بلاد العلمانيه ومحترمين، فهما ما زوج والدور ديالهم هو يخربوا المجتمع المغربي، خصو الشعب المغربي يكون على باله ويدير لهم الحق. كمقيم بلجيكا في الخارج كنظن بان الفيستيفال ديال الموازين حاجه مزيانه كتعود بالنفع على يعني المواطنين المغاربه، ويعني باش الناس كيدبروا الخدمه وهذا الى اخره، ولكن ما خصناش نشوفوا من هذه الناحيه هذه وصافي، خصنا نشوف من الناحيه الثقافيه. يعني واش هذا الفيستيفال يعني كيعود بالنفع؟ الا كان كيعود بالربح على يعني على المواطنين، واش كيعود عليهم بالربح من الناحيه الثقافيه؟ واش مؤهلين باش يفهموا ذاك يعني المبتغى من ذاك الفيستيفال والاهداف ديالو؟ انا بالنسبه لي القرار ديال سيدنا في الغاء يعني الفيستيفال قرار يعني في محله، كيخصنا نتسناو ربما نعطيو فرصه لهاد الناس باش يفهموا المبتغى ديال ديك الفيستيفال. بالنسبه ليا مهرجان الموازين اللي كيقام في المغرب كل سنه، بالنسبه للمغاربه المقيمين في الخارج كتعدد الافكار بالنسبه لي، حيت منقسمه، كاين اللي معاه كاين اللي ضده. وبالنسبه للفكره ديالي انا شخصيا، هذا البرنامج من الاحسن يتلغى، ماشي بالنسبه ليا لداك الشيء ديك الفضيحه اللي وقعات وديال جينيفر لوبيز وداك الشيء، حيت هذاك الشيء جاري بها العمل في المغرب ما كاين حتى مشكل، وانما بالنسبه لذاك الاموال اللي كتخسر من اجل جلب هاد الفنانين وهذا، حيت يمكن هاد الاموال هذه تستثمروها في حاجه اخرى اللي تعود بالنفع ديالها على الشعب المغربي وبخصوص على الجاليه ديالنا هنا. يوسف جو سوي ني تزاديت في بلجيكا، وبغينا نهضر على الفيستيفال الموازين. Donc le festival Mawazin, c'est un très beau spectacle, c'est un grand show. Voilà, qui est chez Nijmet, américaine, par exemple Jennifer Lopez, qui a fait un show Zouin, mais خصات تستر راسها، حيت كاينين والدين، كاينين ناس كبار شبانيين،
اللي ما يقدروش فاهم نحشموا حنا لي جون نشوفوا هادشي قدام والدينا. الملك قال غادي باغي يمنع الفيستيفال ما خصوش يمنعوا، ولكن حيت هو فيترين قال المغرب في العالم كامل، الا حيدو مش مزيان خصو يحاول باش يقلب على واحد لي سوليسيون بلا ما يمنعوا. موازين مزيان وما مزيانش، مزيان في الاول المغرب كاي اون بروموسيون tout le monde peut entendre parler du Maroc, tout le monde peut ça lui fait de la publicité aussi, l'occasion les stars يقدروا يجيو. Bon, le مشكل اخر لحقاش يا دي ستار كاينين. En fait انا كنبغي نقول تقدروا تجيبوا لي ستار، ولكن كاينين لي ستار كي لو ميريت، كاينين الاخرين اي لو ميريت با. المغرب دوله اسلاميه، دونك ا بارتير دو مومون كتعرضوا على شي واحد خصكم يا دي كونديسيون يا دي كلوز. جينيفر لوبيز على في ان بو شو ان بو سبيكتاكل، مي لاني بروشين ممكن محال واش فيستيفال موازين غادي ils vont continuer. Et donc ce que j'aimerais dire c'est que ils pourraient faire venir des stars كاينين بزاف، كاين نانسي اجرام، كاين جيبوا لنا غا نجات عتابو، جينيفر لوبيز ما عندنا ما نديرو بها، جيبوا لنا نجات الشعبي. فيستيفال موازين في الاول خص بعدا les stars marocaines, les chanteurs marocains هما اللي خصهم en avant. Ok, une star ou deux, mais la star, elle doit respecter son environnement. L'hqash, kien l'walida ka tfarrj, kien l'walid ki tfarrj. Anna bara simli ka kounou ka tfarrjon, gherit ka tkoun chi haja ka dousf tlifaza, hali ki tlifut, hali ki tzannag, hali ki wuli hmar. Donc, djibou lina les stars, mais kien mouchkil. Mais, ça doit rester dans le respect. Parce que voilà, le double malik, Rabbi khalih lina ma ajbouch l'hal, l'am jay, il n'y a peut-être pas de festival, mais il faut trouver une solution. Parce que le Mouchkil d'abord, c'est le seul grand festival qui est au Maroc. Il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas les noms, mais pour moi, c'est le seul grand festival où, bon, mondialement, il y a des stars qui viennent de tous les côtés. C'est connu, ils font des publicités à la radio, à la télévision. Donc pour moi, l'arrêter, ce ne serait peut-être pas une bonne solution. Il faut savoir aussi qu'un festival comme ça, pour l'organiser, il faut énormément d'argent. Donc il y a aussi une autre question, c'est est-ce que cet argent pourrait pas servir à autre chose? Maintenant, moi je suis pas placé pour prendre des décisions, pour moi je dis ce que je pense, mais maintenant il faudrait voir réellement qu'est-ce qu'il pourrait faire pour arranger la donne. Mais l'arrêter, ce serait pas une solution pour moi.